مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ ما كنا من قناة نيمو. الفيديو تبعنا الجديد بيحكي عن سكين تويتش اللي نزل، اللي هي الباك 3، وبيحكي عن السكنات اللي حتنزل بالأوفر تايم بالتحديث باتش 11.40. يلا مع الفيديو. أصدقائي كلنا بنعرف تويتش، طبعا تويتش هي منصة لبث الألعاب. هاي شركة تويتش بتعمل كل فترة مع كذا لعبة، مثلا بتعمل باك أو حزمة لألعاب معينة، مثلا بتعمل لإبكس بتعمل حزمة لإبكس، بتعمل حزمة فورتنايت، باتفاق بين الشركتين. ما لنا مهم بالتفاصيل، المهم اللي احنا نحكي فيه هاي الحزمة اللي ظاهرة أمامكم بتنزل جديد، اللي هي اسمها الباك 3. هاي الحزمة بتنزل عن طريق تويتش. هي تويتش أنا عاملها هاي الحزمة من سنة تقريبا أو سنة وثلاث أشهر، جايب الحزمتين اللي ظاهرين أمامكم، اللي هي حزمة السكنين مع الجلايدر وحزمة السكين مع البيكاكس اللي هي ظاهرة أمامكم خضرة. هي كانت الحزمة 1 وحزمة 2 تقريبا، ماني متذكر. هدول الحزمات أنا عملتهم شلون؟ كل اللي أنت عليك إنك أنت تفوت على تويتش، بدك تعمل حساب على تويتش، وبدك تربط الحساب التويتش تبعك بحساب إيبك جيمز. شلون بدك تربطهم وتعملهم؟ أول شي بدك تربطهم أنت بعد ما تربط الحسابين، اللي هي عن طريق إعدادات إيبك جيمز اللي هي جوات السيتنج أكاونت، بدك تعمل شيء اسمه تويتش برايم. بدك تعمله هذا تويتش برايم انك تحط فيزا. انت اذا ما كان معك فيزا، فيها قصة انه انت ما رح تقدر تاخذ الحزمة بنوب. اذا بدك تاخذ الحزمة، انا عاملها، انا قبل ما كان معي فيزا، لما من سنة سنة ونص، انا الصراحة صديقي اللي عمل لي اياها قبل ما اعرف بهي القصص. كل اللي عليك انك انت تحط فيزا. اذا ما كان معك فيزا او ما بدك تحط فيزتك الحقيقية، تقدر تعمل فيزا وهمية. بهي الفيزا الوهمية تقدر تساويها وتحطها جوات التويتش برايم، وبتعمل عن طريقه اشتراك، اللي هو اشتراك تجريبي تقريبا مدته 15 يوم او 30 يوم. بهالحالة هي بتجيك الحزمة. اي لعبة كانت بتقدر تعمل هالحركة فيها، بس انا ما منزل فيديوهات عن هالقصص. في حزمة كانت لإبكس ليجند موجودة حاليا، يمكن لحد الان موجودة، تبع هذا السكين الصيني تقريبا، موجودة. هاي كل شيء بخصوص الحزمة. هاي الحزمة انا ان شاء الله لو نزلت، هي كلها تسريب، هاي لسه ما تأكدت، وانت اذا بدك تتأكد بتلاقيها بالجرس فوق عند تويتش اخر الاخبار، تلاقيها فوق تقريبا بالجرس، هون بتقدر تعرف انه في حزمة جديدة نزلت. بس هي لحد الان كلها تسريبات وما في شيء حقيقي وما في شيء موجود. اول ما تنزل ان شاء الله هاي الحزمة، انا رح نزلكم طريقة شلون تحط الفيزا الوهمية تبعك. بس اذا بدك تعرف شلون، كل اللي عليك تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس مشان كل فيديو جديد بينزل انت تعرف امتى نزل وشلون بدك تساوي الحزمة بفيزا وهمية. والموضوع الثاني اللي معنا، اللي هو موضوع سكنات الاوفر تايم. موضوع سكنات الاوفر تايم اللي هي ظاهرة امامكم بالشاشة، مثل ما شايفين السكن اللي هي التوكسين تقريبا، او السم مقابل الدواء، انا نزلت عنه شرح تحديات لهذا الاوفر تايم. رح يقولوا انه بالتحديث الجديد اللي هو الباتش 11.40 رح ينزل تحديات اوفر تايم كمان لثلاث سكنات. بس هيك تسريبات بتقول ثلاث سكنات، مو ظاهر منهم شيء غير هذا السكن اللي ظاهر امامكم بالشاشه. رح ينزل له لونين، حاليا موجود لونين اللي هو الاخضر والبنفسجي. هدول السكنين رح ينزلوا تقريبا اكيد، هيك يعني التسريبات بتقول رح ينزل اكيد هدول اللونين لهذا السكين، اللي هذا السكين ما حدا بيلعب فيه طبعا، بنوب المظلوم كتير. كل اللي عليك انك انت تستنى التحديث اللي رح ينزل تقريبا يوم الخميس، تقريبا مو متاكد منه صح، رح ينزل يوم الخميس. بهذا يوم الخميس رح ينزل تحديين على جنب، مثل مظاهر امامكم هون بالشاشه. هدول التحديات اللي على جنب هم مثل تحديات السكين باربل اللي هو نزل. كل اللي عليك انك انت تخلص كذا مهمه، وانا طبعا رح اشرح المهمات. والسكن هذا اللي ظهر امامكم فيه صورتين له، اخضر والبنفسجي مثل ما قلت لكم. في هدول السكنين اللي بالنص تبع هذا البنت وهذا السكن رجال تقريبا الصياد، هدول السكنين رح ينزل لهم ستايلات جديده، ستايلين جداد او ثلاث ستايلات لكل واحد، لان هن اصلا ستايلاتهم مو كثيره. يعني احنا متعودين انه بالاوفر تايم بيكون في كثير سكنات وكثير موجود يعني ستايلات، بس بهذا السيزون وبالشابتر ما نزلوا كثير ستايلات للسكنات. فمشان هيك لحنا اللي هلا بنستنى تحديث ال 11.40 اللي حينزل يوم الخميس تقريبا، وبهذا التحديث رح ينزل اوفر تايم كمان، تحديات اوفر تايم لثلاث سكنات مثل ما شرحت لكم يا هون. وبس هيك بنكون خلصنا الفيديو تبعنا، يا ريت يكون عجبك، واذا حبيت تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس بكون مشكور الك، وبرعايه الله.